مش هقول لك انا بحب الاكل، عشان مين فينا ما بيحبش الاكل؟ ولكن الحاجة اللي هقولها لك هي ان انا بحب التحضير والابداع في المأكولات. ومن سن صغير وانا بحضر وجباتي وبحب اتفنن فيها. وفي نفس الوقت انا خريج اعلام وبشتغل في التصوير والمونتاج. ولو هنحط الحاجتين دول في بعض هتطلع لنا هذه القناة. صباح الخير يا جماعة، اهلا بيكم في جديد من قناة مكسوي. احنا في القناة دي بنحاول نطلع وجبات مبدعة وفي نفس الوقت نتعلم ازاي نعمل الحاجات دي في بيتنا بسهولة. فلو انت مهتم بكده فيشرفني جدا انك تشترك في قناة بوكزاوي.